ومعكم الشيف عباس بخاري، كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحة جيدة. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصها البغرير، يعني البغرير سريع سريع التحضير. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقة، ما كتعطل فيه والو، يعني كيجي ساهل وسريع. كما كتلاحظوا عندي ايوه هنايا، عندي هنايا 600 غرام ديال السميدة، 4 ديال الكيسان من هادو ديال اللي عند عامرين، وعندي هنايا واحد 2 معالق صغار ديال الخميرة حبيبات أو خميرة عادية، خميرة ديال الخبز. وهنايا عندي 2 معالق صغار من هادو ديال السبولة، 2 صغار ديال الملحة، وعندي هنايا 6 ديال الكيسان ديال الماء دافي، يعني يكون شوية بحال غادي السخونية، يعني 6 الكيسان من هادو حتى لهنايا ما يكونوش عامرين بزاف ديال الماء. وهنايا غادي ناخدو 20 غرام ديال الخميرة، يعني هادي 20 غرام فيها، وهنا غادي نزيد واحد نصف ملعقة صغيرة، يعني غادي تخصني واحد 25 غرام ديال الخميرة. دابا غادي نشوفو طريقة التحضير إن شاء الله. بسم الله، غادي نجيب واحد الكاس هذا ديال مولينيكس، وجبت كأس آخر خو هذا ديال العنبة، يعني غادي نعمرو 2 بحال هكذا، وانتوما ها 2 وبقاو 2 هنايا، لحقاش علاش جبت هذا، لحقاش هذا ناشف، هذا كان فيه الماء. وهنا غادي نعملو واحد ملعقة ديال الملح بحال هكذا، وهنا ملعقة ديال الخميرة، وهنا غادي نعمل عاوتاني خميرة ديال الكيميائية. هنايا غادي نعمل تقريبا النص وزيادة، لحقاش مازال غادي نخلطو. وهنا كما قلت لكم هنايا عندي الماء، كما كتلاحظوا غادي نعمل هنايا 3 انتما عندكم كيسان 3 ديال العنبه اللي تعمروا. دابا هنايا 3، بسم الله. وهنا دابا كما كتلاحظوا هنا دابا راه خليته تقريبا شي 4 ديال الدقائق هو كيتطحن، انتما شوفوا القوام ديالو، نتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان. وهنا عاوتاني بنفس الطريقة، ودابا سخنات شوية، دابا 4 دقايق أخرى، هي 8 ديال الدقايق. هنا هانتوما الفطورية ديالو، شتو؟ دابا إن شاء الله غادي نخليوه غير واحد 5 ديال الدقايق ولا ما كاملاش إن شاء الله، وغادي نولي معكم. هنا كنخلطو شويه كيولي مخلط مزيان، وهانتوما دابا ان شاء الله غادي نطيبوه، يعني دغيا دغيا يلا دازت واحد 3.5 ديال الدقائق. هانتوما شوفوا الختوريه ديالو، ان شاء الله من بعد ما سخنات لينا المقله انتوما النار، وهنا نحركو واحد القليل شويه بحال هكذا، وهنا ناخذو البغرير ديالنا بحال هكذا بحال هكدا، نمشيو نمشيو بشوية بشوية، لا تعلينا يعني بحال هكدا، ونخليو الغرير ديالنا يطلع. دابا نزيد واحد شوية د العافية باش نريكلو كنشوفو لاخور الطياب ديالو.
وهانتوما كما كتلاحظوا يعني بدا كيتقب كيتقاد يعني كيطلع بغرير رائع بزاف. دابا ان شاء الله ملي غادي نسالي هذا الشيء هذا كامل وغادي نولي معكم. وهانتوما كما كتلاحظوا البغرير ديالنا كيفاش عامل يعني كيطلع رائع بزاف. ثم البغرير ديالنا وجد بغرير ديال الزرع ما فيه لا دقيق لا حتى شي حاجه. كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. كما كتشوفوا بغرير يعني راه كيلعب هانتوما يعني بغرير كيطلع رائع بزاف. وكنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم ومع الزويته ديال الزيتون وكنتمنى ان شاء الله تعملوا اللايك. هذاك اللايك اللي ما حملتوش تعملوه. صراحة والله العظيم الا كيبقى فيا الحال. المهم ما عندي ما نقول. المهم شكرا لكم والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.